أهلا بكم في أكبر صرح طبي في الدلتا، المستشفى الكويتي التخصصي الأكبر الأحدث والأشمل، حيث أنها معدة على مساحة 350 متر مربع ومكونة من 13 طابق مهيئة لاستقبالكم وخدمتكم. دعونا نذهب في جولة داخل هذا الصرح العظيم. الطابق الأرضي مكون من وحدة الاستقبال والطوارئ لاستقبال كافة الحالات الحرجة على مدار 24 ساعة، وصيدلية مزودة بكافة الأدوية. الطابقان الأول والثاني عيادات خارجية في جميع التخصصات الطبية: الباطنة، الصدر، القلب، الأطفال، الجلدية، العظام، الرمد، المسالك، الأنف والأذن، النساء والتوليد، الأسنان، الجراحة، وتشمل جراحة الأوعية الدموية، الأورام، الأطفال والمخ والأعصاب. الطابق الثالث قسم للأشعة ومعمل تحاليل مزودان بأحدث الأجهزة لعمل كافة الأشعة وتحاليل على مدار 24 ساعة، ووحدة غسيل كلوي بأجهزة للغسيل الدموي والبريتوني. الطابق الرابع أحدث غرف العمليات وأكشاك الولادة ووحدة لرعاية الأطفال، وقسم خاص بالحضانات يحتوي على 10 حضانات مجهزة بأحدث الأجهزة. الطابقان الخامس والسادس قسم العمليات مكون من 5 غرف عمليات على أحدث مستوى، وقسم قسطرة القلب بالإضافة لقسم المناظير، ويشمل مناظير الجهاز الهضمي والتنفسي. الطابق السابع قسم العناية المركزة وقسم رعاية القلب مجهزان بأحدث الأجهزة. الطوابق الثامن، التاسع، العاشر والحادي عشر قسم الإقامات الداخلية المكونة من غرف فندقية ثنائية وفردية وأجنحة خاصة. إلى ختام الجولة بالطابق الثاني عشر، كافيتيريا مطورة لخدمة مرضى العيادات الخارجية والزوار. إذا كنت مريضاً فهنا صرح طبي متكامل في انتظارك.